احترام الصبر للام ديالها والاب ديالها والاسره ديالها كامله. صعيب الحال صراحه، صعيب. الله يصبرهم، الله يعوضها بخير ان شاء الله. الله يصبرها، الله يقويها. هذا الشيء نتمنى لها، الله يقويها مسكينه، الله يصبر العائله ديالهم كامله والاب ديالها والاسره كامله. شنو نقول لك اختي؟ الله يصبرهم، وان شاء الله بحول الله تكون شافيها عليهم يوم القيامه. صعيبه بزاف، واخا تكون 3 شهور، واخا تكون مازال كرشي ما صعيب، واش كتبقى دمتها؟ اش نقول لها؟ الايمان بالقدر، الخير ديالو والشر ديالو راه من اركان، ركن من اركان الايمان. يعني ضروري خاصها تامن بالقدر ديال الله عز وجل، وما كاينش اعتراض على الاقدار ديال الله عز وجل. يعني الله عز وجل كيدير لنا شي حاجه هي اللي فيها خير لينا حنا، حنا ما غنعرفوش احسن من الله عز وجل. الله يرحمها، الله يصبرها أهلها، أه أسحال الناس كاملة مشاهم، الله يصبر، الله يصبر أختي هادشي اللي عندها، بركة في راسهم، الله يكون في عونهم، راه بزاف، دابا مع هاد الجو، كورونا وهادشي هادا، تقدرش توقع كل حاجة كتشوف خير. الرسالة اللي نقدر نوجهها لهاد الناس المكلومين بمناسبة الوفاة ديال الإبنة ديالهم، كنتمنى لهم الله يرزقهم الصبر والله يعوضهم خير. وبنادم ما يبقاش يشهر بولادو، وهذا يعني انت حياتك الشخصيه خصها تكون بعيده على الشهرة وبعيده على الاضواء، وهذا حيت ماشي كاع الناس كيتمناو لك داكشي اللي كتمناه لراسك واللي كتمناه ليهم نتايا، حيت كل واحد باش كيشوف فيها العين، ان العين حق. والرسول عليه الصلاه والسلام حتى هو قال اكثر ناس في اخر الزمان غيموتوا من الامه ديالهم بالعين، بسبب العين، ان العين حق والسحر حق، والله يرزقهم الصبر. نجم رساله انهم يصبروا ودابا ربي يعوضهم. بالنسبه للرساله اللي نوجه للام والاب، كان كنواسيهم اولا بالصبر الجميل وبالدعاء الخالص الحار للزوجه ديالها، ونطلب الله تعالى يجدي الرحمات والمغفره ويكون اهل الجنان ان شاء الله تعالى. الام العيشة الطويله ربما اللي عاشت الزوج ديالها، كنوصيوها وكنحثوها على انها تحمل هذه الصدمه وتصبر، تصبر وتزيد الصبر ديالها كما قلت في الاول، دعوات صادقه. الله يصبرهم، كنعزيهم في بنتهم، والبنيه ملائكه هذيك ما تسولش على سميتو، مرفوع عليها القلم، وربي سبحانه وتعالى يوصلهم للجنه مع عمرها، غادي تنسى هذيك الدار. كنوصل ليها العزاء، كنتمنى ان شاء الله تصبر فيا. ما عندي ولادي تما. مسكينه هي اللي غادي تتعلم بزاف. الله يصبرها والله يصبر الوالد ديالها، ولو هاد الناس ما كنعرفوش الله يرحمها.